هي العامة فيها، والأردن العروبي وقيادته الهاشمية. أحييكم تحية عروبية زملائي أعضاء هذا المجتمع. بداية اسمحوا لي أن أشكر سعادة معالي السفير محمد الربيع على سعة صدره ويعني تحمله ودعوته الكريمة هذه اليوم. حقيقة يعني نأمل أن لا نكون قد تسببنا بأي إزعاج لسعادتك، ويعني احنا نتشرف حقيقة يعني فيك والتي تربطنا فيك علاقة صداقة ليست بجديدة، وأنت الأقرب لنا ونحن الأقرب لك إن شاء الله. زملائي، حقيقة يعني احنا كان لنا نظرة لاتحاد المقاولين العرب، وأيضا لنا توجه وصورة إن شاء الله سنكون أيضا متفاعلين مع الاتحاد، وسنقدم ما لدينا أسوة بكم جميعا هنا في الأوطان العربية، لأني أعتقد أن المقاول اليوم هو يتحمل المسؤولية الكبيرة ليس فقط في البناء لكن أيضا في التنمية وتنمية مجتمعه وأثر ذلك على شعوبنا العربية التي تعاني الأمرين، سواء كانت فيها ربيع ولا ما فيها ربيع عربي. حقيقة الجميع يعاني ونشترك في هموم كبيرة جدا. ما أود أن أتحدث